إن مجتمع الناطقين باللغة العربية أصبح اليوم أكثر حاجة لأبنائه المتعلمين حملة الشهادات العليا لينهضوا به لكي يزدهر وينتقل إلى مستويات أفضل من الحداثة والتطور لينافس دول العالم المتقدمة في جميع مجالات العلم والمعرفة. كما لا يخفى علينا جميعا أن المجتمعات تتطور بقوة أبحاثها العلمية، وكلما زادت جودة هذه الأبحاث زادت جودة مستويات المعيشة لأفراد هذه المجتمعات. لذلك جاءت فكرة إنشاء المحفل العلمي الدولي لتجمع نخب المفكرين والباحثين والعلماء الناطقين بالعربية وتهيئ لهم الأجواء الملائمة لنشر أبحاث علمية ذات جودة عالية، معتمدين مبدأ المشاركة لبناء صرح علمي عالمي مرموق يساهم حقا في تطوير المجتمع وتغذية العقول بكل ما هو مفيد لضمان حياة عنوانها الرقي والرفاه.